للتعليق ينضم إلينا من رام الله سيادة اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين لدراسات الأمن القومي. التحية لك سيادة اللواء، أهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا فندم. منتدى حوارات روما المتوسطيه الحقيقه انه كان على اجندته مجموعه كبيره من الموضوعات، لكن ما يعنينا وهو الابرز بالتاكيد ما يتعلق بمنطقه الشرق الاوسط، ما يتعلق بالحرب الدائره في الاراضي الفلسطينيه، لا سيما بعد قرار المحكمه الجنائيه الدوليه باعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه السابق. كيف تقرا عموما هذا المنتدى من ناحيه، وما خرج به من كلمات تخص الحرب الدائرة على الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية؟ يعني بداية أن هناك في إجماع دولي ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في كان قطاع غزة أو في الضفة. نعم. وهناك إجماع دولي على دولة فلسطينية وعاصمة القدس. هناك إجماع دولي على حل الدولتين. فبالتالي هذه الجهود الفلسطينية والجهود العربية والجهود الإسلامية التي سعت وأعتقد أنها نجحت جميعها، هذه الدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية العربية والإسلامية نجحت في الرواية التي روايتها وضحض الرواية الإسرائيلية منذ بداية الحرب. وأعتقد أن العالم الآن يتجه نحو السلام وليس نحو الحروب. صحيح. فبالتالي نتنياهو القرار الجنائي الدولي كان، يعني أنا بسميه، هو كسر المحرمات الدولية اللي كانت دائما أي شخص ينتقد إسرائيل كان يتهمونه باللاسمية والعداء لليهود. ولكن الآن نتنياهو ليس هو ضد إسرائيل كإسرائيل، ولكن هو ضد هذه، جاء قرار قانوني، يعني بمعنى أنه نتنياهو هو المجرم ومجموعة المجرمين اللي معه بالحكومة ومعه بالجيش. فبالتالي العالم، يعني العالم مع محاكمة هؤلاء المجرمين الحرب، مع لأنه العالم كله ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. فبالتالي هذه اللي أنا أعتقد أنه المحكمة العدل الدولية وهذه الندوات وهذه المؤتمرات هي تعطي أمل، يعني بصيص أمل للشعب الفلسطيني أن هناك عدالة دولية قادمة. على بغض النظر عن عملية التطبيق، نحن يعني لا نعول كثيرا أنه يعني غدا أو بعد غد سيقوم محاكمته، ولكن هي بالنهاية هذه عملت شرخ داخل إسرائيل، عملت رعب عند الجيش الإسرائيلي، عملت رعب في داخل المجتمع الإسرائيلي، بالرغم أنهم في تصريحاتهم العلنية بكابروا، لأنهم بيعرفوا جيدا الإسرائيليين أنه بعد فترة لن يستطيع أي أحد منهم السفر على 124 دولة، لأن هناك منظمات غير حقوق إنسان هي سوف تطالب دولهم بمحاكماتهم. فبالتالي الآن إسرائيل أصبحت منبوذة دوليا، ونتيجة هذه السياسات العنصرية وسياسات الأبرتايد وسياسة القتل الجماعي والإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني. فبالتالي السياسة العقلانية لاتبعها الفلسطينيين والدول العربية بصراحة نجحت بشكل كبير، واستطاعت أن توصلنا، يعني أن نوصل إلى هذه المرحلة. نعم. من الوضع. نعم. طيب سيادة اللواء، المبادرة الأمريكية الإسرائيلية بوقف إطلاق النار والهدنة في جنوب لبنان لمدة 60 يوما تقترب. نعم. من التنفيذ على الأرض، برأي حضرتك إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك مبادرة أخرى تخص غزة هذه المرة وتخص الأراضي الفلسطينية هذه المرة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء وما نتابعه من أجواء قاسية شديدة البرودة بالنسبة لأشقائنا في فلسطين، وذلك في ظل عدم وجود مكان آمن يحتمون فيه، المدارس تقصف، المنازل تقصف، حتى المخيمات وغيره. فهل برأي حضرتك هي بداية خير بالنسبة للبنان بداية وتأتي بعدها غزة؟ يعني نأمل ذلك لأن نتنياهو هو أجبر على العمل على وقف إطلاق النار يعني مع لبنان، وغدا هو سيعمل يعني غدا سنسمع نتنياهو يقول انه انا يعني سنسمع بالانتصارات اللي عملها من اجل وقف اطلاق النار، وسنسمع شروطه التي سيضعها. فبالتالي نتنياهو لانه الان عنده معارضه من اليمين المتطرف، بن غفير صرح انه ضد، ورؤساء البلديات في اسرائيل في شمال اسرائيل كمان ضد، يريدون ضمانات اكثر. ولكن اعتقد نتنياهو غدا سيمرر الاتفاقيه مع لبنان بكل سهوله لانه لديه الاغلبيه. اثنين، بالنسبه لموضوع غزه موضوع مختلف،
موضوع مختلف يعني، لأنه لا يوجد ضغوطات، لا يعني لا يوجد ضغوطات لا دولية ولا أمريكية لوقف إطلاق النار، عكس لبنان. رأينا الولايات المتحدة المبعوث الأمريكي حتى ترامب نفسه طالبوا بالعودة والاستمرار في عملية وقف إطلاق النار. أعتقد وقف إطلاق النار في غزة والهدوء في غزة أعتقد سوف يتم بعد مجيء ترامب في فترة، لأنه ترامب طالب بوقف الحرب. ولكن سياسة الآن ننتظر ما هي سياسة ترامب القادمة في المنطقة. لا يعني لا نعول على ترامب كثيرا، بالعكس ترامب يعني هو ممكن سيكون يعني هو سيدعم إسرائيل دعما كاملا، ولكن بالنهاية ترامب لديه مصالح استراتيجية، مصالح في المنطقة، وأعتقد أن ترامب لديه الأولوية هي شرق آسيا والصين أهم من منطقة الشرق الأوسط، ولكن بالنهاية هو يريد أن يقيم يعني علاقات سلام مع بين إسرائيل والدول العربية. ولكن الدول العربية الآن جميعها يعني كانت مصر، الأردن، السعودية، كافة الدول العربية الشقيقة هي الآن يعني تقف سدا منيعا أمام التطبيع، ولكن هي تريد تقول نحن مستعدين لعمل سلام مع إسرائيل بشرط إقامة دولة فلسطينية وحل دولتين. فبالتالي نتنياهو يعني ترامب ما بيستطيع انه يعني كمان يفرض على المنطقه جميع افكاره وجميع يعني جميع الخطط التي قادم اليها او ينفذ سياسات نتنياهو بشكل كبير، لانه نتنياهو اصبح يعني سيصبح عبئا على الولايات المتحده، لانه الولايات المتحده لا تستطيع حمايته من بغض النظر عن التصريحات الامريكيه، لا تستطيع حمايته من المحكمه الجنائيه التعدديه، لانه هذه جريمه، وهو كشخص مطلوب وليس كممثل إسرائيل، يعني هو كشخص مطلوب لهذه العدالة. فبالتالي أعتقد أنه نتنياهو يبحث بعد فترة، سوف يبحث كيف ينزل عن الشجرة. ولاحظنا أنه الولايات المتحدة قدمت دعوة لوزير الدفاع السابق الإسرائيلي جالنت إلى زيارة الولايات المتحدة، ويتضح بعد زيارته هل جالنت سيترك حزب اللوفود، سيقوم بالعمل على حزب جديد. الآن الوضع في إسرائيل يعني غير ثابت، متغير، والتغيرات أعتقد سوف تكون في الأيام القليلة القادمة. وأعتقد أنه إسرائيل إذا هناك تم وقف إطلاق النار سيبدأ الحراك في داخل إسرائيل، والحراك الداخلي والإشكاليات الداخلية كانت يعني عندهم إشكاليات كثيرة، أنه تجنيد الحريديم، عندهم المستشارة القضائية اللي طلبت الطعن على حكم نتنياهو المحكمة باستقالة. البنائية. فبالتالي التهم الموجهة لنتنياهو بالتسريب وحكم في مكتبه. فبالتالي هناك يعني هناك في إشكاليات داخلية داخل إسرائيل. وأعتقد أنه الآن يعني إذا وقفت إطلاق النار يعني كمان وتوقف الحرب، فبالتالي يبدأ الصراع الداخلي بين الأحزاب والكتل الإسرائيلية حول السلطة وحول تطبيق القانون في إسرائيل. وهنا أعتقد أنه نتنياهو بعد ذلك الشعبية اللي الآن شعبية الانتصار ونشوة الانتصار المخدة خلال الحرب سوف تنزل، يعني سوف تهبط بسرعة كبيرة. نعم، أشكرك بالغ الشكر سيادة اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للدراسات الأمن القومي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لحضرتك.